من جديد مستمرين معاك يا كابتن ايمن ومع كل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. النهارده في كل كلامنا بنتكلم على بر الوالدين وحاله الرضا اللي عند لعيب النادي الاهلي، ومش سهل جدا انك تكون عندك هذه النعمه، نعمه رضا الوالدين. حسين الشحات ربنا يرحم والدك حسين فرحه النهارده، وانا عارف انت بتهدي له البطوله. حسين صوره من صور اللاعبين اللي دايما بنقول صوره في بر الوالدين ورضا الوالدين. يا حسين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله طبعا، والله طبعا يعني ربنا يرحمه يا رب، هو اللي معلمني الكوره وهو اللي وداني النادي وهو اللي عمل كل ما حاجه معايا، فربنا يرحمه يا رب والله طبعا، يعني في الجنه ان شاء الله. فالحمد لله طبعا بقى دي الكاس ده لابويا الله يرحمه، ولامي واخواتي وزوجتي واولادي، فبقول لهم شكرا ان انتوا دايما معايا ودايما في داري، ربنا يخليكم ليا يا رب. فالحمد لله يعني طبعا يعني بر الوالدين دي اهم حاجه في الدنيا يعني، فربنا يبارك لي فيهم يا رب ويخليهم لي ويرحم ابويا. فطبعا طول ما احنا عايشين عشانهم اصلا. حسين واحد من الجماهير بسجل معاه في مره قال لي حسين الشحات اللعيب اللي بحسه شبهنا، بياكل زينا، بيعيش حياتنا. فاعتقد دي يا حسين مش سهله، وانها تطلع من قلب واحد من الجمهور اعتقد بالنسبه لحسين تعني الكتير يا حسين. طبعا والله، عشان يمكن احنا كلنا يعني مش انا بس، كلنا يعني كلنا من مدينه السلام، كل يعني انا واحد من مدينه السلام، كل واحد منطقه شعبيه، كل واحد في حته، فطبعا يعني كلنا في الاول والاخر كلنا متربيين في الشارع، فالحمد لله انا واحد منهم وانا كنت معاهم يعني دايما كنت معاهم، فربنا يكرم ان شاء الله واضرب صيتهم واسعدهم ان شاء الله. عايزين نحل بعد الفطار بقى، ايه جمال الاسيست؟ وكلمني على جمال الاسيست بتاع حمدي فتحي وحمدي، يعني وانا بسجل معاه اتكلم على جمال الكوره وجمال، لا حاجه حلوه بعد الفطار يا حسين. والله حمدي يمكن حمدي دايما انا وهو بنتكلم اللي هو دايما اعملها لي، انا هجري هتحرك فانت دايما اعملها لي، فما فيش اي مشكله. فالحمد لله يعني حمدي سبحان الله يمكن ربنا كرمه في الاخر اللي هو اتحرك في المكان دوت، وان انا اقدر اعملها له فاللي هو يجيبها، فالحمد لله فدي حاجه كويسه قوي. انا عايز اخد بقى كلمه من مالك احمد. احمد عايز تقول ايه لبابا يا احمد النهارده؟ الف مبروك. لا علي صوتك انا مش سامع. يا صوتك الف مبروك. مين اللي بيكسب في بابجي، انت ولا ياسر؟ لا ياسر انت بتكسب في بابجي ولا بابا اللي بيكسب ولا احمد؟ انا كنت بنلعب بابا ونخسره. بيقول لك بنلعب بابا ونخسره. طب احنا متفقين على هديه، بابا هيجيب لنا هديه النهارده بعد البطوله ولا هيجيب لنا ايه؟ اي حاجه هم عايزينها، طول ما انا بكسب هم اي حاجه بيطلبوها هم عايزينها. اطلب بسرعه احنا على الهواء. هم طالبين، هم كده كده، هم كده كده اي حاجه عايزينها ان شاء الله هجيبها لهم يعني. هم كده كده يحفظهم لك يا كابتن حسين ويفرحك وتفرح دايما كل جمهور النادي الاهلي ان شاء الله. حبيبي باذن الله حبيبي.